أما محضر لكم النهاردة فيديو فاخر من الآخر، ساعة كاملة كلها أكشن ورعب ومغامرة وتشويق من داخل أعماق البحر الأحمر. بتحب البحر وبتهواه؟ أكيد طبعا، كلنا بنعشق البحر وبنتمنى بس نستنشق هواه. أما لو من البحر بتخاف أو بتقلق من نزوله أو مش بتحب تروحه، يبقى أكيد وصل لك إشاعة بإنه غدار. لا 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 طبعا مش غدار، بطمنك يا فنان، البحر راحة وأمان. لو تحب تتعلم وتفهم فنيات البحر وأصوله وتستكشف أسراره وكمان تحل ألغازه، كل ما عليك بسهولة تشترك في قناتي، تتابع فيديوهاتي وفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي جديد. وتقدر كمان تتواصل معايا على الواتساب أو الفيس، أو اكتب لي تعليق في تعليقات القناة وسيب الباقي على الله. وأفخم تحية وسلام للناس المبدعين اللي لسه متابعين، ودامك بتتفرج على الفيديو الآن يبقى أكيد عجبك الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. وأبدأ كلامي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا الله كده في قلوبكم وقولوا ما شاء الله. اسمي أحمد بدوي، تكنيشن مانجر وانستراكتر سكوبا دايفين. بقدم محتوى على اليوتيوب من خلال قناتي، قناة ابن البحر، وهقدم من خلالها محتوى عن البحر بشكل عام، هيكون تعليمي وتوجيهي وإرشادي. كل مصادره من مواقع او مراجع او كتب موثوقة، وهرفق في كل فيديو انزله مصدر المعلومة وتوجيهي للتوجيه بالطرق الصحيحة المعتمدة، وارشادي بالارشاد والتنبيه بالقواعد والقوانين والاعراف الدارجة بالمنطقة. طبعا مع وضعنا في الاعتبار التغيرات لكل مكان، القناة هادفة 100% منها يستفاد كل مهتم وكل اونر صاحب منشأة للسياحة البحرية وللعاملين او المقبلين على العمل بمجال الاعمال في السياحة البحرية والانشطة والالعاب المائية للووتر سبور، ولكل المهتمين بنفس المجال. وكذلك القناة للاستشارات بخدمات تشغيل مشاريع الانشاءات والصيانة التحت مائية لكوميرشن لايف. لو كنت الصبح او المساء اهلا بيك وحياك. ويا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا بكل متابعيني، ومرحبا مليون مره بكل ضيوفي وضيوف القناه، معارفي واهلي واخواني، قرايبي واصحابي وجيراني، وكل زمايلي واحبابي، وكل اللي يعرفني او بس سمع عني. انتوا نورتوا القناه، وبرحب بكل الضيوف، ضيوفي وضيوف القناه اكرامكم واجب عندي ولكم كل احترام. هنزل كل فترة فيديو جديد على القناة، مش هتشوفه في اي مكان لانه حصري وخاص بالقناة. شكرا ليكم، بسرعة جهزوا واعملوا كده كوباية شاي وتعالوا نتابع. مش هتصدق اسماك الفرش عملوا ايه معانا لما تقابلنا في منطقة الفنستون. يلا بينا.